16 من حزيران يونيو 2020، أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. ترامب يخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا ويطلب من برلين رفع مساهمتها المالية في الناتو. من يحتاج القواعد العسكرية أكثر، أمريكا أم أوروبا؟ ألمانيا قوة أوروبية متعاظمة، هل يسمح باستقلالية قوتها العسكرية؟ وأين أصبح الجيش الأوروبي المشترك؟ رحيل إدير يدفع عددا من الفنانين لإحياء ذكراه، أغنية تخلد الراحل الجزائري سفيرة التراث الأمازيغي. لبعض الألعاب الإلكترونية جانب إيجابي، تحفيز الذكاء والمخيلة، ما هي تلك الألعاب؟ نعرف أكثر في المشهدية. أمريكا في ألمانيا في وقت يبدو الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا لحماية القارة عسكريا، تبرز الحاجة الملحة للولايات المتحدة لوجود قواعد لها هناك. منذ أيام أعلن الرئيس الأمريكي عن سحب 25 ألف جندي أمريكي من ألمانيا. خطة ترامب كانت كما قال هو هدفها الضغط على برلين لزيادة مساهمتها المالية في الناتو. So we have 52,000 soldiers in Germany. لدينا 52 ألف جندي في ألمانيا، هذا عدد هائل من الجنود، إنها تكلفة باهظة للولايات المتحدة، لذلك سنخفض العدد، سنخفضه إلى 25 ألف عسكري. ألمانيا متأخرة عن السداد، هي متأخرة عن السداد منذ سنوات، وهي مدينة بمليارات الدولارات لحلف شمال الأطلسي، وعليها أن تدفع. نحن إذن نحمي ألمانيا، وهي متأخرة عن السداد، هذا غير منطقي، إنها تعاملنا معاملة سيئة للغاية في التجارة، نحن نتفاوض معها بشأن ذلك، ولكنني الآن لست راضيا عن الاتفاق الذي تريد إبرامه. لقد كلفت الولايات المتحدة مئات مليارات الدولارات على مر السنين في المجال التجاري. إنما في وقت يبدو ترامب واثقا من الحاجة الأوروبية لقواته، معطيات كثيرة تتغير في أقوى دول أوروبا راهنا ألمانيا. فمعسكر الغرب لم يعد يعتبر روسيا تهديدا أساسيا، زمن الحرب الباردة قد ولى، ومنذ مدة بدأت ألمانيا وفرنسا تفكران بجيش دفاع أوروبي مشترك. ولم يشكل مجيء ترامب إلى الحكم إلا قلقا أوروبيا متزايدا وبحثا عن سبل للاعتماد على النفس. أمام تلك المشهدية نحن الليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، ما حجم الحضور العسكري الأمريكي في أوروبا وما أهميته؟ ثانيا، لماذا يسحب ترامب عددا من قواته من ألمانيا؟ ثالثا، من يحتاج الآخر أكثر، أمريكا أم أوروبا؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف مشهد ساخن لهذه الليلة، سيد هانن جريكي، هو خبير العلاقات الأطلسية الأوروبية وينضم إلينا من برلين. مساء الخير وأهلا بك. من ماذا يريد أو يعني كما يقول ترامب، من ماذا تحمي الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا؟ من أي خطر سيد هانن؟ It has to be understood that the presence of U.S. forces in Germany. لابد وأن نتيقن أن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا يندرج في سياق الاتفاق ما بين أوروبا وحلف شمال الأطلسي لحماية أراضي أوروبا ضمن الاتفاق بين أمريكا وأوروبا، وبالطبع هذا ليس الغاية الوحيدة من تواجد القوات الأمريكية على الأراضي الألمانية. ما عدنا في سيناريو الحرب الباردة حيث كانت الحاجة ضرورية لبقاء الجنود الأمريكيين في ألمانيا كعربون للتضامن مع ألمانيا ومن باب ردع الاتحاد السوفيتي كما كان يحصل في السابق مع وجود الجنود الأمريكيين على الأراضي الأوروبية، لكن الواقع اليوم بات مختلفا، فمعظم الجنود الأمريكيين هم في ألمانيا منذ فترة طويلة ولا يمكنهم أساسا أن يستخدموا ألمانيا لفترة مطلقة كمنصة للانطلاق في عمليات في مختلف أنحاء العالم. بالتالي ما تحدثوا عن أن ألمانيا هي كذلك مركز القيادة في أوروبا، لكن وجود كذلك مراكز قيادة أخرى مثل أفريكوم مركز القيادة الأفريقية، ولدى أمريكا مجموعة من المستشفيات في ألمانيا وهي قد استخدمت
استثمرت المليارات فيها وتعود بالنفع عليها وعلى جنودها في العالم برمته. وبالتالي تعتقد أن ألمانيا أنه في حال انسحب الأمريكيون من ألمانيا فهم يؤذون أنفسهم ويضرون بمصلحتهم أساسا، هم الذين يستخدمون هذه القواعد لأغراضهم الخاصة. لكنها بالطبع ستشكل ضربة وصفعة لحلف شمال الأطلسي، ويبين ذلك أن العلاقات ما بين ألمانيا وأمريكا حاليا تمر في فترة صعبة. هذا أمر ملفت سيد هانينغ، هل يدرك ترامب ذلك أم أنه يستخدم ورقة ضغط لا تعني ألمانيا؟ يعني سحب القوات ربما هل هي فعلا ورقة ضغط على ألمانيا لأن تدفع أكثر في الناتو، أم أنه لا يدرك أهمية هذه القواعد العسكرية لبلاده؟ صراحة أعتقد أنه لا يتيقن تماما لما الجنود الأمريكيون أساسا في ألمانيا بالنسبة إليه هذا تبادل، حيث أن ألمانيا محمية من الجنود الأمريكيين فلا قدرة لهم على أن يحموا أنفسهم، وبالتالي ألمانيا تستغل الجنود الأمريكيين، فهي لا تدفع كلفة هذه الحماية وتستغل منافع التدريب المتبادل، وبالتالي يعتمد نظرة أحادية إلى حد كبير، ولا يتيقن برأيي كم أن هذه المواقع الأمريكية مهمة أساسا بالنسبة إلى ألمانيا كنقطة تدخل متقدمة وكأحدى الأدوات العسكرية التي تهم أمريكا على مستوى أمنها القومي والعالمي. وهذا يبين أن أمريكا حاضرة على مستوى أراضي حلف شمال الأطلسي، ويدل لذلك على أهمية التحالف مع الحلفاء، وهو الحلف الأقوى في الكوكب. وإن أراد بذلك أن يقوم بصفعة لأنجيلا ميركل وأن يعاقب الألمانيين لأنهم لم يدفعوا ما يكفي لقاء الدفاع عنهم، وإن فعل ذلك فهو بالتالي يعمل بما يتنافى مع المصالح الأمريكية، ومعظم أهل السياسة يفهمون ذلك. ولكن في المقابل سيد هانينغ، هذه القواعد هي قوة أيضا سياسية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك من يحلل أنه لا يمكن لألمانيا أن يكون لها قوة عسكرية خارج حلف الناتو. مسألة الدفاع المشترك الذي طرح بين ميركل وماكرون لا يمكن أن تبصر النور لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح بذلك. ما رأيك؟ I believe that America is somewhat split between two. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منقسمة بين موقفين، من جهة لا سيما في صفوف حكومة ترامب الرغبة التي تجلت هي بتواجد أقل للولايات المتحدة الأمريكية في بلدان كثيرة، وبالطبع هذا أمر مكلف، لكن الألمان يدفعون مبالغ لا يستهان بها للحفاظ على وجود الجنود الأمريكيين في ديارنا. لكن من جهة أخرى أمريكا تريد أن تصور نفسها على أن الحليف الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى الحلفاء، وبالطبع القلق يكون في أوجه في واشنطن عندما يتحدث الأوروبيون عن جيش مستقل، عن سيادة أوروبية واستقلال، وبالطبع كان ذلك سهلا لسيما وأن كثرا لم يستسيغوا كيف يتعاطى ترامب مع النظام الدولي. لكن في نهاية المطاف الازدواجية التي قد تنشأ بين حلف شمال الأطلسي الذي يمتد من ضفة الأطلسي إلى الأخرى قد تطعن في جدوى هذا التحالف في حال انطلق فرع عسكري للاتحاد الأوروبي، ربما مؤسسة عسكرية تكون قادرة على إتمام مهام متنوعة وربما تكون أصغر ومعتدلة الحجم وكذلك معقدة كما حصل في مالي، ولكن بتدخل أكبر من الأوساط المدنية والعسكرية والاقتصادية. بالتالي نعكس الثقافة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك رئيس فرنسا يرغب بأن يرى للاتحاد الأوروبي قوة من نوع آخر. بالطبع أن يتمكن الجيش الأمريكي من أن يفعل أكثر من ذلك، ولكن أن تكون لأوروبا كذلك قوة خاصة بها تحميها وتحقق الردع المطلوب، فلا مصداقية لأن يتحقق هذا الردع بوجود الأمريكيين فحسب. لسنا في مرحلة حيث الأوروبيون باتوا مستعدين لاستبدال حلف شمال الأطلسي الآن، لكن
ربما ستنحو أوروبا منحا مختلفا تسعى من خلاله إلى التسلح بالمقدرات العسكرية التي تحتاجها في جملة واسعة من المهام، وبذلك يمكن للأوروبيون أساسا أن يطلعوا بدور أكبر داخل حلف شمال الأطلسي وأن يريحوا الأمريكيين من عبئهم من دون أن يستبدلوهم. وأعتقد أن هذا السيناريو هو ما يجدر بالألمان وغيرهم من الأوروبيون أن يعملوا عليه، ولكن من المعوقات أمام ذلك هو وجودك الرئيس الأمريكي المزعج لحد كبير الذي يحاول أن يفرض الضغوط على الأوروبيين. لكن الأمريكيون كما قالوا دوما، وربما دونالد ترامب محق في ذلك، الألمان لم يدفعوا المبالغ الكافية لقاء الدفاع عنهم، وهناك تبدل في المزاج في ألمانيا حاليا، ليس فقط بالنسبة إلى ما قام به ترامب، لكن كذلك على ضوء ما حصل في الأزمة في أوكرانيا وكذلك التوسع الروسي. ولذلك ألمانيا تسعى إلى تعزيز نفقاتها العسكرية لارتقاء بمقدرات الجيش الألماني في حالة يكون ذات موثوقية، يمكن له أن يعمل كشريك للجيوش الأخرى وأن يعمل كذلك في إطار المهام والوحدات عبر الحدود الوطنية. بالتالي هذا التحرك موجود أساسا والتوجه قائم، ولقد قمنا كذلك بتعزيز إنفاقنا العسكري بنسبة 40% في خلال السنوات الثمانية الماضية، بالتالي تحقق الكثير أساسا، ويمكن لترامب أن يقر بذلك أيضا. في الواقع كلامك، يعني ما قلته الآن سيد هانينغ، يفتح لنا الكثير من الأسئلة الأخرى عن، يعني إذا أردنا أن نتوسع أكثر بالمفهوم الاستراتيجي لما يحدث في القارة الأوروبية، عن قدرة أوروبا على الخروج من الهيمنة الأمريكية أو من هذا التحالف الغربي. في كل أحوال سأناقشك في هذا الموضوع بعد قليل، ولكن الآن لأننا نتحدث عن من يحتاج الثاني أكثر، أمريكا أو ألمانيا، سنذهب لنحقق في هذه المسألة في غرفة التحقيق، نفهم طبعا وجود العسكر الأمريكي في ألمانيا مشاهدينا يعود إلى فترة الحرب الباردة، هذا أمر معلوم، هذه الفترة ثالث الحرب العالمية الثانية تقريبا، قبل حتى الحرب انتهاء الحرب العالمية الثانية، من 43 تقريبا بدأ الوجود العسكري في أوروبا الأمريكي. ألمانيا شكلت ركيزة في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القارة، ومنطلقا للهيمنة على القارة المدمرة بعد الحرب، وبالتالي السيطرة على ألمانيا كان مهما جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هل صحيح كما يقول ترامب أن القوات الأمريكية موجودة فقط لحماية ألمانيا وأوروبا؟ سنعرف في غرفة التحقيق. إذن أهلا بكم إلى غرفة تحقيق. كلام ترامب عن وجود القوات الأمريكية في ألمانيا لحمايتها كما شاهدنا في بداية المشهد الساخن، رد عليه مباشرة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قال صراحة إن هدف الانتشار الأمريكي في أوروبا يتخطى القارة العجوز. نشاهد ماذا قال ستولتنبرغ بالصوت والصورة. But it's also good for... الأمر مهم أيضا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، علينا أن نتذكر أن السلم والاستقرار في أوروبا مهمان أيضا بالنسبة إلى أمريكا الشمالية. كذلك حقيقة أن الحضور الأمريكي في أمريكا ليس لحماية أوروبا فقط، بل لتمدد القوة الأمريكية أبعد من أوروبا. إذن هذا بالنسبة للأمين العام لحلف شمال الأطلسي الذي سننطلق منه لنخبركم مشاهدينا أو لنحقق في وجود الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا. أمريكا هي الدولة التي تمتلك العدد الأكبر من القواعد العسكرية خارج حدودها في أكثر من 80 دولة، بينها طبعا أوروبا التي كانت الساحة الأساسية للصراع مع الاتحاد السوفيتي أيام الحرب الباردة. فيما يخص أوروبا، لدى أمريكا قواعد عسكرية كما نشاهد هنا في ألمانيا، بريطانيا، هولندا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، اليونان، بلغاريا، كوسوفو وجورجيا. هذه القواعد تتنوع بين الجوية والبرية والبحرية واللوجستية والخاصة بالإمداد والدعم الاستشفائي وغيرها. لكن لماذا تعد القواعد الأمريكية في ألمانيا هي الأهم؟ بداية، ليس فقط بسبب عدد الجنود الأكبر ووجود 5 حاميات الجيش الأمريكي من أصل 7 في ألمانيا، الأهم في وجود قيادة عمليات أوروبا يوكوم في قاعدة جنوب مدينة شتوتغارت. هذه القاعدة هي المكلفة بإدارة
وخمسين قاعدة أو وحدات عسكرية في دول أوروبية. كذلك يوجد المقر الرئيس للجيش الأمريكي في أوروبا قرب مدينة فرانكفورت غرب البلاد، وقواعد عسكرية لقوات مشاة البحرية الأمريكية في مدينة بوبلينغن جنوب ألمانيا. لكن القاعدة الأمريكية الأهم والأخطر مشاهدينا هي رامشتاين. هذه القاعدة هي الأكثر إثارة للجدل في ألمانيا والواقعة في جنوب غرب ألمانيا. تعد هذه القاعدة الجوية المركز اللوجستي الرئيسي لجميع العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهي محطة تقوية لجميع الاتصالات مع الطائرات الأمريكية من دون طيار في عملياتها في باكستان، أفغانستان، اليمن وسوريا. وتواجه الحكومة الألمانية باستمرار انتقادات بسبب التعامل مع هذه القاعدة، ووضعت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في مأزق كبير بسبب شرعية مثل هذا الاستخدام. تظاهرات عديدة نظمت اعتراضا على عمل رامشتاين ودعت إلى إغلاقها لعدم تنسيقها مع الحكومة الألمانية، حتى العام 2016 حين أعلمت الولايات المتحدة الخارجية الألمانية لأول مرة استخدام القاعدة لهذا الهدف، وقد رفعت دعاوى أمام محكمة ألمانية ضد هذه القاعدة من قبل أنسباء ضحايا سقطوا من جراء غارات أمريكية انطلقت من هذه القاعدة تحديدا. بالقرب من رامشتاين يقع مركز لاندستول الطبي الإقليمي الذي يعد ملتقا مهما جدا لألاف الجنود الجرحى من الحروب الأمريكية في المنطقة. إذا كنا نذكر مؤخرا نقل إليه من العراق الجنود الذين اعترفت أمريكا بإصابتهم في قاعدة عين الأسد خلال الرد الإيراني الصاروخي على استشهاد الفريق قاسم سليماني، وجرى ذلك في سرية تامة. أكثر من ذلك، تبني الولايات المتحدة حاليا مستشفى عسكريا جديدا في بلدة فايلرباخ القريبة بكلفة مليار دولار. يضم هذا المستشفى، وهو مستشفى كبير جدا، 5000 غرفة، وهو خاص بالقوات الأمريكية لا الجنود الألمان. إذا المشاهدين، هذا العرض السريع في غرفة التحقيق يقودنا إلى تبيان الفائدة الواضحة التي تحققها القواعد الأمريكية في ألمانيا للأمن القومي للولايات المتحدة وهيمنتها على أوروبا والعالم. إذن وبالعودة إلى قول ترامب إن هدف هذه القوات هو حماية ألمانيا، يمكن القول من خلال نتيجة التحقيق في غرفة التحقيق في المشهد الساخن إن ادعاء ترامب هو ادعاء خاطئ. نختم الآن غرفة التحقيق ونعود من جديد إلى ضيفنا السيد هنانغريكيلي. أسألك بعد كل هذا العرض، فعلا الآن يعني نستطيع أن نفهم أهمية القواعد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية سيد هانينغ. ألمانيا إذا لم يعد هناك قواعد عسكرية أمريكية قادرة على حماية نفسها؟ Germany will be still a member of NATO. أعتقد أنه في كل حال من الأحوال ستبقى ألمانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي وتطلع بدور محوري في البرامج الجديدة لتعزيز الحراك وقابلية الاستجابة التي أطلقها الحلف. وقد بشرنا مؤخرا بمناورة كبرى تتمثل بنقل 20,000 جندي أمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، وألمانيا كونها في وسط أوروبا هي طرف حاسم في هذه المناورة. بالطبع نظرا لانطلاق جائحة كورونا كنا مضطرين لتقليص مدة هذه المناورة، لكن تبين أن الأمر سهلا. ولكن ألمانيا لا تدافع عن نفسها لوحدها، الأمر مناط كذلك بحلف شمال الأطلسي وبالتحالفات المربوطة مع الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى العسكري مع حلف شمال الأطلسي والذي كذلك يحمي جيراننا، وهذا جانب هام لابد وأن نضيء عليه. لكن الآن ما علينا أن نسلط الضوء عليه هو ما هي القوى التي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بسحبها. ترامب قال أنه يعمل على الأمر لكن التفاصيل كلها تبقى قابلة للتفاوض. وعندما نرى بعض العسكريين مثل العميد جون هودجز الذي كان قائد القوات في أوروبا يقول أن هذا خطأ كبير وهذه خدمة للروس، فأعتقد أن هذا الموضوع سيشهد سجالا كبيرا.
وبالنسبة إلى القيادة الأوروبية في حال سحب القوات منها، وهي ربما العمود الفقري لهذا التوجه العسكري في أوروبا، ستكون تلك رسالة واضحة لحلف شمال الأطلسي، وأن ترامب لا يأخذ هذا التوجه على محمل الجد. لكن بالنسبة إلى سحب قوات أفريكوم أو القيادة الإفريقية، فيعني أن أمريكا تريد أن تعيد تموضع قواتها من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والانتقال بتركيزها إلى مناطق أخرى في آسيا، وأن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعض الوحدات من المشاة وغيرها التي تشارك في المهام الدولية، فهي تقوم كذلك بالمشاركة في مهام على طول الحدود وأهميتها أقل. لكن بكل حال ستكون تلك رسالة واضحة إلى حلف شمال الأطلسي. الأمر مرتبط بصناع القرار، هم من سيتخذ هذا القرار، وأعتقد أن ترامب من مصلحته أن يبقي هذا النقاش علنيا في الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات. نعم. لكي يستخدم ذلك في مصلحته. ولكن سيد هانينغ، عفوا، بس في مسألة هامة هي البعد الروسي. طبعا أنت قلت في البداية وهذا أمر واضح، الحرب الباردة انتهت، النظرة إلى روسيا اختلفت إلى حد ما، في طريقة تعاطي مختلفة بين ألمانيا، يعني النظرة إلى روسيا من ألمانيا مختلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية. ألمانيا تعتبر روسيا خطرا عسكريا عليها؟ أوكي، هي تعتبرها خطر في كرواتيا، في سيطرتها على القرم وكل ذلك، يعني أنا أذكر ما حدث، بس كألمانيا، كخطر على ألمانيا، على الدول المحيطة بها، هل تعتبرها خطر الآن؟ I think Germany is not directly threatened by Russian forces. أعتقد أن ألمانيا لا تشعر بالتهديد المباشر من جانب القوات الروسية، وما عدنا نفكر بأن الاجتياح البري الكبير يشكل اليوم أي تهديد فعلي. ربما ألمانيا تخشى من أنواع الحرب الهجينة، وكذلك التلاعب بالرأي العام والمعلومات المخلوطة وتقويض الإجراءات الديمقراطية، هذا ما تخشاه ألمانيا. لكن ألمانيا عضو متأصل في حلف شمال الأطلسي الذي يبقى الإطار الأكثر أهمية بالنسبة إلى السياسة الأمنية في ألمانيا، وبالتالي عندما يتأثر الوضع الأمني في أي بلد حليف، لابد وأن تأخذ ألمانيا تلك على محمل الجد. وبالنسبة إلى ألمانيا، تهديد روسي أقل بالنسبة إلينا مما هو بالنسبة إلى بلدان شرق أوروبا وبولونيا وغيرها. ولكن بعد أزمة أوكرانيا، بالطبع ألمانيا أرادت أن تكون مشاركة في أي مهمة دفاعية، وأن تساهم كذلك في تعزيز تحالف حلف شمال الأطلسي. فما هو ممكن اليوم هو أن تسعى روسيا إلى كسب بعض الأراضي هنا أو هناك، أو أن تؤلب دول البلطيق بعضها على البعض الآخر لتنقلب على دول أخرى في غرب أوروبا. وبالطبع هذا قد ينقلنا إلى أهمية التهديد النووي كما حصل خلال الأزمة في أوكرانيا، ليس من باب الفوز بأراضي جديدة أو تبديل المشهد في أوروبا، بل لا يمكن أن نظهر حلف شمال الأطلسي على أنه متقلق الوضائع وغير حاسم، وهذا من شأنه أن يضر بشكل كبير في أمن أوروبا ومبادئ الأمن الأساسية في ألمانيا. لذلك ألمانيا مصرة على أن تدعم حلف شمال الأطلسي وقدراته على الدفاع عن نفسه. بس سيد هانينغ، ذلك في وقت أبكر. عفوا يعني على المقاطعة، بس في موضوع حلف شمال الأطلسي، في أيضا نظرية تقول بأنه يعني انتهت الحرب الباردة، يعني لم يعد هناك حاجة حتى لحلف شمال الأطلسي، لم يكن هناك، يعني ليس هناك حلف وارسو الآن، يعني كل شيء تغير، خريطة السياسة الدولية تغيرت. سأسألك هذا الأمر بعد قليل، ولكن الآن يجب أن نفهم موقع ألمانيا سيد هانينغ في أوروبا. ألمانيا في القرن العشرين شكلت مصدر قلق للدول الأوروبية، إنما في السنوات الأخيرة من القرن 21 وصفت مثلا نيويورك تايمز أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية بأنها آخر حماة الليبرالية الغربية والعالم الحر. اللقب أعطي لميركل بعد وصول ترامب إلى الرئاسة عام 2016. في كتابه أيضا The End of the West أو نهاية الغرب، يقول الكاتب أن أوروبا، جوشكا فيشر طبعا اسم الكاتب، يقول أن أوروبا ضعيفة ومنقسمة على ذاتها لمواجهة استراتيجية مع الولايات المتحدة، ومن دون القيادة الأمريكية فإن الغرب لن ينجو
لذا فإن العالم الغربي سيختفي قريبا من أمام أعيننا. طبعا هذه نظرية تحتاج إلى الكثير من التعمق، إنما ما رأيكم أن نفهم بداية دور ألمانيا مشاهدينا في الحفاظ على الغرب بقيمه وصورته التي شكلتها الحرب العالمية الثانية وثبتت أسسها أيضا في الحرب الباردة وما بعدها. الاقتصاد الأمريكي قوة كبيرة، ما رأيكم أن نطلع قليلا على الاقتصاد الألماني ببعض الأرقام المتوافرة لدينا نفهم حقيقة قوة هذا البلد في القارة الأوروبية؟ إذن سيد هانينغ، لا شك ألمانيا قوة اقتصادية كبيرة في أوروبا، قوة أيضا دفع كبيرة في الاتحاد الأوروبي والقوى السياسية أيضا، لكن هل يسمح لها يعني بالخروج من الهيمنة الأمريكية؟ هل هناك الآن حاجة لذلك سيد هانينغ؟ هل فعلا يسمح لألمانيا بالقيادة في ما يعرف بالعالم الحر أو العالم الغربي؟ أعتقد أن الألمان سيكونون حذرين جدا في احتلال دور كهذا، فلا زلنا نتحمل مسؤولية سياسية كبرى على ضوء ما حدث نتيجة للحروب المدمرة التي ارتبطت بمشاعر القومية والوطنية، وهذا بات مرسخا في ثقافتنا، حيث نريد أن نعمل على المستوى الدولي حصرا بالتعاون مع الآخرين. بالطبع ألمانيا تحاول أن تبذل قصارى جهدها لكي تحافظ على المؤسسات المتعددة الأطراف والمبادئ الدولية، وأن تخصص الأموال المطلوبة على ذلك، وأن تساعد البلدان الأخرى، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي القائد الأساسي والزعيم للعالم الحر، ولكنها تنسحب من هذا الدور. بالتالي لا يمكننا أن نفعل الأمر لوحدنا، ونحاول أن نقنع الاتحاد الأوروبي أن يطلع بهذا الدور. وأعتقد أنه في أوروبا الكثير من البلدان في الواقع، لا سيما في أوروبا الوسطى والشرقية، ستكون ربما قلقة جدا من إمكانية أن تستبدل ألمانيا أو أن يستبدل الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا لحلف شمال الأطلسي. فالجميع له مصلحة بأن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية متزعمة هذه المجموعة. وبالطبع يمكن لترامب أن يلجأ لأمر واحد يستخدمه ضد ألمانيا في إطار هذه الاستراتيجية، وهي ما يحصل في بلدان أوروبا الشرقية، في بولندا و استونيا والدول الأخرى التي تتعاون بشكل جيد مع ألمانيا، لكنها بالطبع تبقى حذرة ومتنبهة جدا للتعامل الألماني، وكيف تسعى ألمانيا أحيانا إلى إبعاد الأمريكيين. والجميع يتفهم الأمر على أن ألمانيا تواجه ترامب لأنه مزعج، لكن في السنوات الأخيرة شاهدنا الكثير من الانتقادات مفادها أن ألمانيا بدأت تتعنت ولا تدفع ما يكفي لقاء الدفاع عنها. وبالطبع الأمر تبدل وبات كثيرا يرحبون في ذلك، ولدينا الكثير من الوحدات الألمانية البولندية التي تتعاون معا بشكل جيد.
ومع ذلك لا وجود لاتحاد كاف ولوحدة كافية في أوروبا لوجود تموضع عسكري يستبدل بحلف شمال الأطلسي. هذه المشكلة الأساسية أيضا، مشكلة الانقسام الحاصل في داخل أوروبا، وهذا ربما ما يمنع أن يكون هناك توافق أوروبي أكبر. شكرا جزيلا لك سيد هانينغ ريكي، خبير العلاقات الأطلسية الأوروبية، كنت معنا من برلين العاصمة الألمانية. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير جدا، نعود بعده لنتابع المشهدية، فابقوا معنا. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية. منذ رحيله يتفق الجميع على أن عالم الفن الأمازيغي خسر واحدا من أهم أعمدته. إدير الفنان الجزائري الذي رحل منذ أسابيع بقيت ذكراه محفورة في ألحانه وأغانيه. لذا بادرت مجموعة من الفنانين إلى أحياء هذه الذكرى بأغنية تحمل تحية حب لهذا الفنان الراحل. نستقبل الآن الحديث أكثر عن الذكرى، عن الأغنية، عن التحية، الإعلامي الجزائري مليك سليماني ومتخصص في الشأن الثقافي والفني. مساء الخير وأهلا بك سيد مليك. قبل أن نتحدث معك أكثر، ما رأيك أن نشاهد الأغنية التحية التي أعدها مجموعة من الفنانين الجزائري؟ إذن سيد مليك، شاهدنا هذه الأغنية التحية لإدير. بداية أخبرنا أكثر عن هذا العمل، كيف تم تحضيره وبالتالي أن يكون هناك هذه الكوكبة من الفنانين الجزائريين المغاربة وأيضا العالميين، ماذا يعني ذلك؟ شكرا جزيلا لنا. نعم، إذا هذا العمل الفني الجميل جدا الذي يحظى بأصداء إيجابية جدا بالجزائر بين كل محبي الفنان العالمي إدير، إذا هو تكريم لهذا العملاق الذي للأسف كما قلت رحل في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا ولم يحظى بالوداع الذي يستحقه. لهذا ربما اجتمع كل هؤلاء النجوم الذين تربوا على موسيقى وأعمال الفنان حميد شريط أو إدير كتكريم رمزي لهذا الفنان الذي قدم الكثير لهؤلاء الفنانين، لكل محبي الموسيقى ليس فقط في الجزائر، في كل الوطن العربي وأيضا في كل العالم، كونه سفير الموسيقى الأمازيغية الجزائرية. العمل كما تابعناه فيه الكثير من الأسماء المهمة الذين جمعهم المايسترو والفنان القدير صفي بوتلا، ربما الجيرين والفنانة أمل زان والقديرة سعاد ماسي. لم نتعود كثيرا في الجزائر أن يجتمع كل هؤلاء الفنانين، خصوصا أن كل واحد يؤدي طابع موسيقي وفني مختلف، لكن ربما إدير يستحق كل تكريمات الدنيا، خاصة أيضا أنه كان في فنانين يعني فرنسيين وعالميين، وهذا يؤكد على هويته العالمية، يعني الهوية العالمية لإدير، حيث نقل الأغنية الجزائرية الأمازيغية إلى خارج حدود الجزائر. فعلا إدير ربما تجاوز مرحلة أن يكون مجرد فنان يقدم موسيقى، هو ظاهرة فنية عالمية. تابعنا ربما الوداع الذي كان
أغلب تفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما الصعقة التي صدم بها محبي هذا الفنان بين السياسيين والفنانين والمثقفين في كل العالم. وكما قلت قبل قليل، ربما الكورونا منعت محبي هذا الفنان وأيضا كل هؤلاء المثقفين الذين تربوا على أنغامه وموسيقاه أن يقدموا له وداعا يليق بمكانته الفنية. ربما لهذا السبب اليوم الكثير من الأعمال التكريمية، ليس فقط هذه الأغنية، تقدم لروح إدير في الجزائر وأيضا في العالم. تبعنا كما قلت أسماء من فرنسا وأيضا من كل العالم يقدمون كوفرز أو إعادة لأغاني إدير كنوع من التكريم لهذا العبقري الذي استطاع أن يوصل الأمازيغية إلى كل العالم. فراغ كبير تركه إدير، كم حجم هذا الفراغ في الأغنية الأمازيغية والجزائرية؟ فراغ كبير جدا تركه إدير، كونه من الأسماء الفنية الأمازيغية التي فعلا أوصلت كل ما هو موروث موسيقي جزائري، موروث فني جزائري إلى كل مسارح العالم. ربما إدير واحد من الفنانين الذين يؤكدون في كل مرة أن الموسيقى هي اللغة العالمية الوحيدة التي يفهمها الجميع. إدير كان الفنان الأمازيغي ربما إن لم نقل الوحيد الذي استطاع أن يتجاوز حدود اللغة ويوصل الموسيقى والموروث والتراث إلى كل مسارح العالم. إدير ربما لم يغني كثيرا في الجزائر وغاب لأكثر من 39 عاما، حوالي 40 عاما عن مسارح الجزائر، لكنه لم يغب يوما عن قلوب محبيه بالجزائر. بالمقابل استطاع أن يكون واحد من الأرقام الصعبة والأسماء المهمة في المهرجانات الدولية في المسارح العالمية، وواحد من الفنانين الجزائريين القلائل الذين وصلوا إلى كل مسارح العالم وغنى على أهم وأعرق المسارح والمهرجانات في كل البلدان. لذلك ربما نقول اليوم أنه يستحق كل التكريمات وترك فراغ كبير جدا. تعلم مليك، عندما يرحل يعني كبير مثل إدير نفكر ونسترجع، هل أنصف؟ يعني دائما يسأل هذا السؤال، هل أنصف هذا الرجل؟ قام يعني بحجمه؟ هل تعتبر أن الجزائر يعني البلاد أنصفته مع كل المشاكل التي مرت بها الجزائر يعني خلال كل العقود الماضية؟ فنيا هل أيضا أنصف هذا الرجل؟ ربما سؤال مهم جدا، وخصوصا كون اليوم الحديث كله حول التكريمات. ربما للأسف ونقولها بصوت عالي، إدير قدم الكثير للجزائر، قدم الكثير للفن، لكنه لم يكرم ولم يقدر في حياته بالصورة التي يستحق. فنان بقيمة إدير وجد نفسه مغيبا ومضطر للغياب عن مسارح الجزائر لأكثر أو حوالي 40 عاما، لم يتمكن من لقاء جمهوره هنا بالجزائر. ونحن نعرف أهمية لقاء الفنان بالجمهور وكم يعطيه دافع للعطاء الفني أكثر. إدير للأسف ربما دفع القليل من ثمن نظرا لأرائه السياسية، لتصريحاته. ربما كان هو من الرافضين لبعض كان رافضا لبعض ما كان يحدث في الجزائر، ودفع هذا الثمن غاليا. بعد وفاته، بعد رحيله، هل تعتقد أن ربما يعني يسترجع شيئا من مما يستحق مع تغير الواقع في الجزائر وتغير الحال بشكل كلي؟ نتمنى فعلا أن يعود الفن الجزائري إلى بريقه. نتمنى فعلا أن يتم احتضان كل هذه الأسماء الفنية الجزائرية التي تقدم الكثير للجزائر وللثقافة الجزائرية وللفن الجزائري والمغاربي والعربي، أن يحتضنها مجددا، أن تحتضن في بلدها الأم، أن تقدر في وطنها، ربما لمساعدتها على العطاء
أكثر على تقديم الأجود أيضا للفن. نتمنى فعلا أن يحظى إدير بعد أن نجتاز هذا الجائحة بتكريم يستحقه هنا بالجزائر من خلال حفل فني، ربما كما تابعنا في الكليب أو الأغنية المصورة، ربما حفل يليق بمقام إدير كما كان يتمنى دوما في حياته. نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا مليك سليماني الإعلامي الجزائري، متخصص طبعا في الشأن الثقافي والفني، على انضمامك لنا من العاصمة الجزائرية. شكرا. مما لا شك فيه أن الألعاب الإلكترونية تصل بمستخدميها إلى حد الإدمان في كثير من الأحيان. لذا برأيكم أن نطلع الآن على ألعاب مشاهدينا تتحدى الذكاء وتفيد في تنمية المخيلة والإدراك، خصوصا عند الشباب، خصوصا للأهل الذين يتابعوننا الآن ويخشون دائما من أن أولادهم يعني لديهم يمضون وقتا طويلا على شاشة الكمبيوتر أو على التابلت أو الهاتف وكل ذلك. ضيفنا الآن الياس داريدو، محترف صناعة ألعاب على مواقع التواصل، وكان معنا من قبل يعني وصدمنا بكم معلومة الياس. والآن عاد، كيفك الياس؟ ماشي الحال؟ الحمد لله الحمد لله. كيف اللعب على الأونلاين؟ ماشي؟ والله أريح شيء وأحسن شيء بالحال يعني. كأنك قاعد عم تلعب هلأ، قاعد على الكرسي. بمقر اللعب هلأ يعني حاليا عم بحكيكم من المركز يعني. بكورونا زادت الألعاب، يعني زاد سوق الألعاب الإلكترونية صح؟ بكورونا إذا مش دوبل صار تريبل الربح واللعيبة والأوقات اللي عم تمضيها العالم على العالم. والله نيالكم يا عم. مش لازم نقول هيك، مش حسد ولا شيء، بس حلو يعني لما تلاقي في ناس يعني هيك عم يحكوا بإيجابية بتنبسط إنه في إيجابية بعد. بعتقد في يحكي عن حالي وعن كل الجيمرز، ما حسينا بالكورونا، ما حسينا بشيء يعني أصلاً. أنتوا أصلاً قاعدين بالبيوت. إيه مش شايفتيني قديش أبيض. طيب الياس، بدنا نحكي هلأ عن الألعاب الإلكترونية اللي بتفيد المخيلة. هلأ أنت منحاز جداً للألعاب الإلكترونية طبعاً، ولكن في أنواع من الألعاب مفيدة للشباب إنه بتحفز الذكاء وكل ذلك. نشاهد أبرز أنواع هذه الألعاب ونعود لنتحدث معك بالتفصيل. الياس بدك تساعدني شوي لانه انا ما بعرف شيء بهول الالعاب غير شو بسمع اولادي شو بيحكوا يعني. كول اوف ديوتي وببجي وفورتنايت وهيك. طب بنبلش بالالعاب الاستراتيجيه لانه احنا مقسمينهم لاقسام. الالعاب الاستراتيجيه ماذا تعني وشو الافاده اللي من خلالها؟ طيب الاقسام بعتقد بعرفها، حنمشي لك بالاقسام مع الفوائد تبع كل وحده. يلا. في عنا أول شيء بعتقد أهم شيء فيهم كلهم سووا الألعاب، هي الألعاب الاستراتيجية، مع إنه منا كتير ماشي يعني مرغوبة يعني هي إذا بدك يمكن أضعف فئة بين كل الفئات هي الألعاب الاستراتيجية. ليش؟ ما بتعطي، منا ريوردينج يعني، ما بتعطي هالادرينالين، ما بتعطي ما فيها حماس يعني واكشن وكل هالخبريه وتحدي. اوكي، بس شو افادتها الياس؟ مخ، يصير عندك مخ. يعني لا قصدي يعني بس لعبي العاب استراتيجيه، تتعلمي تقري خصمك، تتعلمي تستبدل. حلو، تعلمي تفكري لقدام. يعني انا شخصيا انسان يعني حجرب بسط لكم هي قد ما فيي. ايه؟ اقول لكم هي بالشطرنج. انا لعيب شطرنج من انا وصغير. لعبت العاب
مع انه الشطرنج يمكن تعتبر من اصعب العاب العالم، ماشي قدام الالعاب الجيمز اللي لعبتها انا الاستراتيجي، بتحس الشطرنج شيء كثير هين قدامها. مثل اي لعبه يعني؟ هلا احنا استعرضناهم بس انت ذكر. يعني انا برايي اصعب لعبه استراتيجي فيها نقول فيها استراتيجي، مانا استراتيجي بيور، هي دوتا 2. اوكي. دوتا 2 هي لعبه جايزتها 40 مليون دولار. واو. صار لها 10 سنين اللعبه وفيها يمكن اكبر عدد لاعبين على ستيم. هيدي يمكن ابرز لعبه استراتيجيه حاليا بالسوق. اوكي. طيب المعارك الجماعيه بعتقد هي اكثر شيء في عليها حماس يعني ومشاركه مثل ببجي وفورتنايت. ايه هيدي مش قصه معارك جماعيه، هاي باتل رويال، يعني معركه حرب البقاء. يعني هيدي صار لها يمكن بعتقد سنتين او ثلاثه بس فاتت على السوق وفاتت وكسرت الدنيا، يعني بعد الارقام اللي جابتها الببجي ما في ولا لعبه جابتها لحد هلا. ف الباتل رويال الادفانتجز ما لها كثير ادفانتجز قد هوديك اللي قبل، بس الادفانتجز تبعها انه بتنمي لك، يعني كل واحد فينا عنده غريزه البقاء. البقاء. اوكي. ايه يعني يا قاتل يا مقتول. هيدي الببجي فورتنايت كمان مثلها تقريبا، في كثير العاب نفس الشيء. هيدي بتنمي لك غريزه البقاء، يعني غريزه البقاء بتخليها تطلع وكمان يعني بس تربحي في مثل مكافاه، في مكافاه داخلية بتطلع لك. فكرمال هيك انت بتلعب ببجي اذا مش غلطانه ولا لا غير شيء؟ ايه ببجي. انت البطل بطل ببجي. ايه ايه انا حققنا قصص، عملنا قصص حلوه بالببجي، يمكن من وراء الديسادفانتجز، يعني من وراء الادمان تبعي على الجيمنج قدرت اوصل لمراتب حلوه وقدرت اعمل قصص حلوه بالببجي. حلو حلو. بدنا نذكر بس مشاهدين ما حضروا الحلقه معك انه انت فعلا عملت بزنس من خلال الجيمنج والببجي وربحت بطولات عالميه يعني بالببجي. طب الالعاب المعارك الفرديه مثل كول اوف ديوتي، هي الوحيد اللي بعرفها، باتل فيلد وكول اوف ديوتي. اوكي حبسط لكم هني انا بغير طريقه لانه بعتقد وصلت لك معلومات غلط. في عندنا الاف بي اس شوترز، يعني هي المعارك الفرديه، الكول اوف ديوتي، الكاونتر سترايك، الالعاب السريعه. هيدي الالعاب اكثر شيء فيها اكشن، اكثر شيء فيها ادرينالين. هيدي الالعاب بتنمي سرعه البديهه، بتنمي رده الفعل السريعه. كل انسان عنده قدره، يعني بسموها fast decision making، قدره على اتخاذ القرار بسرعه. هاو يعني كلهم عم بحكيك هن مدروسين. هيدي لما تنزل انت على المعركه لوحدك، ما انك بحاجه لفريق معك يعني مثل البوب جي وغيرها. هيدي الفرق. ما هي كل الالعاب في منها سولو بنسميهم او مع جروب. اوكي. او مع جروب. وكل نمط بكل طريقة يعني تعطيك ريورد شكل يعني. طيب ألعاب تقمص الأدوار هيك اسمهم، شو يعني؟ في ألعاب فينا نسميهم مثل educational، ألعاب بعتقد عم صبي عليك أو شيء بس حامشي لك فيهم لأنه التسميات بيني وبينك مغيرين كثير. ففي ألعاب educational يعني من فك سيارات، من ركب سيارات. في عنا ألعاب نتخذ نحن أدوار، لا يمكن مختار مدينة بده يصممها على ذوقه على طريقته، بنية تحتية بده يصمم يمكن كل البديلة من أولها لآخرها. يعني هيدي فيها نعتبرها تثقيفية، بتعطيكي ثقافة عامة. عن كثير قصص، يعني فينا سيارات، فينا بناية مدن، في لعبة كثير مشهورة تبني مدينة ملاهي، بتفوتك بكل تفاصيل معقولة توزيع لتبني مدينة ملاهي. بس هيدي بتكون يعني إذا أنت اشتغلتها على بطريقة فيرتشوال بتساعدك لتكون قادر تعملها بالحقيقة يعني؟ 100% بتعطيك يعني كل شيء صار. إذا واحد حابب يكون مهندس مثلا هيدي الألعاب بتساعد. كل شغل المهندس عم بيكون على الكمبيوتر و3D، يعني كل شيء هيك عم بيصير. ف
كثير بتساعدك حتى لو كانت بعالم افتراضي، بس كثير بتعطيكي معلومات وبتساعدك. هلا اكيد اذا فرضتي سياره بالجيم جوا ما حتجي تفرطيها بالحقيقه، بس بتاخذي فكره كثير حلوه. حلو، في الورد اوف وور كرافت وراست، هدول كمان العاب بالام ام او ار بي جي، يعني يمكن هاللي عم تحكي عنها لعب الادوار. صح، انت سبقت علي. صح. هيدي بعتقد انا شخصيا ما بحبها، شخصيا برايي من يعني هي اكثر شيء شائع يعني. بس ليش ما بتحبها؟ ليك الانسان، هلا بدي فت لك بالفلسفه، بس الانسان بس يكون عم يلعب ورا شاشه وما حدا بيعرف مين هو ومفلتينه بعالم افتراضي في يعمل اللي بده اياه فيه بخريطه مفتوحه، ببطل اخلاقي. بوطل أخلاقي هيدا مشكلتها هيدا الألعاب. هذا أنا أرى. أعطينا نصيحة للشباب بيركزوا على أي لعبة. ما في شيء اسمه يركزوا على أي لعبة، بدهم يركزوا على اللعبة الماشية خصوصا اللي بحبوها، يعني اللي بلاقوا حالهم. إذا في حدا بده يلعب جيمز، يعني مثل ما قلت لك مرة الماضية بس طلعت معك، في طريقتين، يعني في اثنين نوعين من الجيمز. جيمر بيلعب ليضيع وقت ليتسلى، وجيمر بيلعب لانه عنده هدف. اللي حابب يوصل على محل مجبور يلعب اللعبه الناشئه، يعني انا صراحه حاليا عم بلعب ببجي. ليه عم بلعب ببجي؟ لانه ببجي هي اللي عم تمشي لي شغلي. اوكي. انا بس اذا 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 بدك تلعب لعبه للمتعه الشخصيه، يعني من دون هدف، اي لعبه بتنقي؟ اللعبه الاولى حاليا على تويتش اسكيب فروم تاركو، أصعب لعبة لعبينا وهي لعبتي المفضلة شخصيا. أها. شكرا كثير لياس داريدو، جيمر ويعني رجل أعمال في مجال الجيمز، كنت معنا من زحلة في لبنان في البقاع. شكرا جزيلا لك لياس. مشاهدينا بدأت تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة، نلتقي بكم غدا عند الساعة 8. اكتبوا لنا على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستغرام، وإلى اللقاء.